نصيحة المثمر، خذ العبرة من الخبرة. إخوان الأخوات الفلاحة، السلام عليكم. معكم أشرف نجوم، مهندس فلاحي وممثل برنامج المثمر بإقليم كناس. اليوم كنتواجدوا منصة تطبيقية خاصة بزراعة قمح اللين بجماعة عين عرمة إقليم مكناس. كيف ما كتعرفوا خوتي خواتاتي الفلاحة، فعملية الزرع اللي كنقوموا بها بطبيعة الحال تبنات على واحد الأسس اللي هي علمية، أولها تحاليل ديال التربة. فالتربة اللي اتخذات من هذه المنطقة هذه مكنات أنها تشكل واحد التجانس اللي هو كيمثل الأرض ديالي بإكمالها، ومن بعد قمنا بالتحاليل على مستوى المختبرات المتنقلة لبرنامج المثمر، اللي مكننا بطبيعة الحال من القيام بتحاليل كيميائية وفيزيائية للتربة ديالي، واللي مكنتني أنها تعطيني النوع ديال لانجري أو التركيبة المخصصة لهذا الأرض هذه اللي عندنا، وكما هو ممثل على مستوى هاد الخنشة هذه اللي كتبين لي لانجري اللي تصوب عن طريق الخلاط الذكي المتواجد بالمنطقة، واللي غادي يمكن من تلبية حاجيات ديال النبتة بدون إسراف ولا تبذير. إخوان أخوات الفلاحة، كنتمنى لكم موسم زراعي سعيد، الله يكمل كل شيء بخير، وتحياتي.